خبر ايه يا فوزية؟ بنادي عليكي من تحت بقالي ساعة، ايه ما سمعنيش؟ لا ما سمعاش. طب تعالي تعالي اقول لك على حاجة. قولي إيه؟ قولي يا اختي. شوفي انا ما قصداش اتدخل بينك وبين اخواتك، انت عارفاني ماليش صالح، انا بس كنت عايزة اقول لك يعني ان اللي بيحصل ده عفش. لا اتدخل يا جبرية، ما انت زي اختي برضك. طيب اوعي تصدقي انه محتاجين، لا ده ملعوب. وحتى لو مش ملعوب ان كان على اخويا انا اديله نن عيني من جوه وعن طيب خاطر كمان، انما طول ما وراه العقربه كريمه دي ما هيطولش مني مليه محمر. صح يا بت صح كده، انا كنت عايزه اقول لك كده. والبت ناديه دي كمان لازم ما نخشش البيت تاني، دي بت قليله الادب عايزه تتربى. هقول لك ايه، ما هي كل ما تمشي من البيت اخوك يجري يجيبها، ده انا غلبت معاه. خلاص انت عليكي مروان وانا علي عبد الحكيم. لا يا اختي ما اقدرش يقولوا ايه، طفشت مرات ولدها. لا 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 لا، وانا حسيسه اسمع كلمه كده ولا كده هتجموت. لا بعد الشر يا اختي، اصل البت ناديه دي زي عمتها واقطع دراعي اما كانت بتنجل لها كل كلمه وكل حرف بيتقال في البيت هنا. طبعا وده عايزه كلام، بس قولي لي نعملوا ايه؟ معرفش، بس لازم ان الواد مروان ده يكرهها، يشوفها كانها عزرائيل قدام. يا اختي حياتك عندي، ما خليت حاوي ولا مخاوي الا ما روحت له، فيش فايده. حاوي ايه ومخاوي ايه؟ انت عايزه تخطيط على كبير، حاجه كده تخلي الواد مروان يشوفها جرده يحلف ميت يمين ما تخش البيت تاني، وابوها عبد السلام ينكسر قلبه. يا سلام يا فوزيه، يوم المونه يا اختي، وساعتها اجوز ستي سته على مزاجي. انا اللي غلطان، انا اللي عملت كده في نفسي. ما تحطش في بالك، ما تحطش في بالك يا عم، كل حاجه هتتصلح، وابوي انا اللي هكلمه، بس انت لازم تجيب الراجل اللي نصب عليك ده. هيحصل، وحق جلال الله لا يحصل. قول لي يا عم انت عامل ايه؟ والله مش كويس يا مروان، اللي حصل ده خلاني عرفت ان ما كانش لازم اسيب البلد واصل. هو ايه اللي حصل؟ بيحضرك اكتر من كده، ده انت اللي بتجيب الفلوس. ما عادش في العمر يا مروان، البنات كمان كبرت. بنات عم رجاله. بقول لك ايه يا مروان؟ قول. بتبقى تجيب مرتك واختك وتيجوا تزورونا؟ هيحصل. يعني احنا المفروض ان احنا نموت بعض؟ هيحصل يا عم، انا كنت بفكر بكده، وابوي انا اللي هكلمه وافهمه على الفوله. والله يا ابوك ده يا اخي انا مستغرب، يعني يكفي الموبايل وما يقولش لحد هو فيه. انت عارفه. لا 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 لا، علي الطلاق، انت راجل اي كلام؟ ازاي تنزل البلد من غير ما تعد علي؟ والله العظيم تلك احلف بالله العظيم ولا تخطها على لسانك، انا زعلان زعلان قوي كمان. انت المفروض اول ما تنزل البلد هنا تعد علي. والله كنت جاي لك. جاي لي؟ جاي لي ميت بعد ما الليل يدخل علينا ولا ايه؟ وبعدين قوم يلا تعال نتغدى مع بعض. يقوم روح فين يا عم؟ ولا كلمة. انت كيف تسيب البيت وتطلع من البيت؟ هي اللي هبت وخدت فدلها. خدت فدلها؟ تديها بالجزمة تحبسها في الأوضة وتقفل عليها بالمفتاح. أنا زهقت 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 يا ولد، دي غيرة نسوان وشغل حريم مش هيخلص. يا عبد السلام، النسوان محيرينه يعمل ايه الراجل؟ أمه ومرته. أمه طبعاً، أنا بقول لك أهو، أمك لو عملت فيها إيه تقول لها كمان، وزيدي يا خالة، ولو فتحت خشمها تعال قول لي. والله يا عم، أنت اللي بتصبرني على أنا فيه. طيب، يلا نقوم نتغدى وتاخد مرتك وأنت ماشي، وبعدين اتوحشت عمك، عايز أقعد معاه شوي. يلا، يلا مروان يلا. تفضل يا عبد السلام. رد بقى يا عبد الله، رد، قلبي وقع في رجلي، رد. الصبر يا رب،
الصبر يا رب، الصبر يا رب، الصبر من عندك. في ايه مالك؟ ما تقلقنيش عليكي. مفيش حاجة، سيبيني في حالي يا زينب والنبي عشان خاطري سيبيني. لا انا مش هسيبك في حالك، انا عايز اعرف في ايه. يا بنتي بقولك سيبيني في حالي، وما اقدر هتفتحولي. انا عايز اعرف ايه اللي حصل بالظبط يا ماما، عشان انا خلاص مخي يا شت مني. عايزه تعرفي ايه اللي حصل؟ ايوه يا ماما عايزه اعرف ايه اللي حصل. ان النوس يا اختي بتاع امه اول ما عرف ان ابوكوا فلس طفش، خدله في سنانه وقال يا فكيك. وامه اول ما شافتني ما صدقت، كانها لقيت لقيه قدامها وهاتك اديله. يا دماغي، دماغي. هو مين ده اللي فلس يا ماما؟ ابوك يا زينب، ابوكوا فلس. لا لا فهميني، انا مش فاهمه حاجه خالص. والله العظيم ابوكوا فلس. لا الحقيقي. تعالي اقعدي. دماغي يا اختي، دماغي يا اختي. انا مالك، انا مالك يا بنتي. دماغي. ماما اطلع من الحركات دي يا ماما. انت يعني شكلك كده كنت بتساليه هو بيحبني ولا لا، عشان يعني خايفه عليا مش كده؟ ما سالتوش يا بنتي ولا اتكلمت معاه. هو عارف من السوق، السوق كله، السوق كله عارف ان عبد الله فلس، عشان كده ابوكوا سافر راح لاخوه في البلد ياخد منه مراسه، يمكن يقدر يحل ازمته دي، يمكن. يا دماغي. توديني اوضتي. يعني ايه؟ يعني كل حاجة، كل حاجة؟ يعني خلاص بقينا على الحديدة ولا أزمة وهتعدي وخلاص؟ بنت انتي، انتي بالذات دونا عن اخواتك، مش عايزة اسمع اسمك خالص، مش عايزة اسمع صوتك، بتنشزي وحشة. امشي. والعمل يا ماما؟ امشي بره، العمل الاسود ومنيل على دماغي يا بنت. امشي من خناقتي يا بنت. لازم اعرف برضه ايه اللي حصل. امشي يا ريتال. لما يجي ابوك يا اختي بقعدي معاه واساليه، اساليه، مش عايزه اسمع صوتك يا بنت. ما اهدي بس شويه، تلاقيكي فهمت الموضوع غلط من بابا. لا لا يا شهد، ما فهمتش غلط يا بنتي. وابوكي لو عارف ان الموضوع فيه سوء تفاهم ولا فيه غلط ما كانش لابس وتهندم وعصر على نفسه شوال ليمون ونزل لاخوه عشان يطالب بحقه وبورثه عشان يفك الازمه اللي احنا فيها. بابا لا يمكن يعمل حاجه زي دي الا لو فعلا في كارثه. يسلم في امك يا حبيبتي، يسلم نفوخك ودماغك. احنا فعلا في كارثه كبيره قوي، كارثه ملهاش حل. سيبك انت من كل ده، المهم يا حبيبتي ان انت كويسه وبابا كويس. ايوه احنا مش خايفين على الفلوس. فلوس ايه بس اللي بتتكلمي عليها؟ المهم انتم. يا ريتها كانت مشكله فلوس. لا المشكله اكبر من كده. بعد الكارثه اللي احنا فيها دي ابوكوا طلع مديون، الراجل شريكه اللي كان مشاركه الحرامي ابن الحراميين، خد كل الفلوس بتاعت القرض اللي ابوكوا عاملها باسمه وطفش، فص ملح وداب. انا خايفه على عبد الله قوي، مش عايز ده يتبهدل بعد العمر ده كله. كان مستخبي لنا فين ده بس يا رب، كان مستخبي لنا فين ده بس يا رب. رايحه فين يا زينب؟ هكلم يا ماما مدير البنك اللي بابا واخد منه القرض، انا اعرفه كويس، هكلمه اشوف الوضع عامل ازاي. ما تريحي شويه يا ماما، ما تفكريش في اي حاجه، طز في اي حاجه. طز؟ طز، طز في اللي ابوك رايح له، وطز في العقربه ومراته، مرات اخوه
انا صعبان علي ابوكي، هيقف قدامهم ويتذللهم عشان خاطر الفلوس. يابا قلت له اطلب ورثك، اطلب حقك عشان يوم من غير زي ده. ما سمعش كلامي ابوك، ما بيسمعش الكلام، ما بيسمعش. ماشي، انت بقى برضو ما بيردش. انت بتكلمي مين؟ مش هستريح الا لما اديله كلمتين في جنابه. انا هوريه ايه الاسلوب ده. انسي خلاص، ده انت حتى لو شفتيه في اي حته في الشارع ولا كانك شفتيه ولا تعرفيه قبل كده. ولا كاني شفته. ده ايه؟ هو انا هسيبه؟ حياة امي ما هسيبه. استني ثانية واحدة مدير البنك. الو، ازاي حضرتك؟ انا زينب عبد الله. الحمد لله كويسة. انا بس كنت عايزة استفسر من حضرتك عن حاجة تخص بابا بعد اذنك. اوكي، الحقوني. شكرا. الحقوني في ايه؟ ماما وقعت مني. ايه؟ ماما مالها؟ ماما في ايه؟ ماما شلون معي؟ مالك يا حبيبتي؟ مالك؟ بالراحة. على مهلك استنديها. بالراحة. كلمك الصبح. ماما كلمك. انا معلش يا ماما. تعالي يا حبيبتي. على مهلك. واحدة واحدة بالراحة. بالراحة. ألف سلامة عليك يا حبيبتي. الو دكتور محمد. عبد الحكيم راسه ناشفه صح وجلبه جامد، بس والده حلال ومش هيسيبك، وانا عارف الكلام ده. انا ما اعرفش اعمل ايه يا عبد السلام. على اليمين انا لو لاقي سكه تانيه لا كنت اتكلمت في حاجه ولا طلبت حاجه. انت مالك بتتكلم كده كانك بتاخد حق مش حقك؟ ده مالك ورثك عن ابوك، انت كنت سايبه بمزاجك، مش معنى ذلك ان انت مالكش فيه. أنا قلت يعني طالما ربنا كرمني وفتحها علي خلينا حبايب أحسن، وإذا كانت الفلوس حتشيلنا من بعضينا بلاها الفلوس من أصله. بقول لك إيه، إجمد كده، أنا عايزك راجل من الآخر، ولازم تعرف إن أخوك يديك عينيه التنين، بس أهم حاجة تبعد العقرب اللي عايشة معاه ده. يا أم لا بعد ولا قرب، ماليش فيه. أقول لك أنا هقوم عشان ألحق أروح. تروح فين؟ أنت هتبات هنا النهارده وأنت حابب تمشي في الضلمة دي؟ دري يا عبد السلام، هيك ما عرفش أختك كريمة أنت، زمنها قلب الدنيا. كلمها في التليفون يا أخوي. ما ينفعش يا عبد السلام. لا يا مروان. طب إحجولك، أنا مش عاوز أعيش معاك. أقول لك طلقني. البت دي عايزة قطع رقبات. يا عبد السلام، البنات ما تجيش بالعافية، تجي بالراحة. الحنيه. انت اتجننتي يا ناديه؟ اتجننتي؟ بتبجحي فيا وبترفع حسك كمان؟ انا خلاص زهقت، ما عادش عندي طاقه. قسما بالله انت لو مكاني ما تتحمل دقيقه واحده. امك صعبه قوي، واللي زاد وغطى الست فوزيه وكنتسه شمس. ايه يا بنت صوتك عالي ليه؟ انا مش هروح معايا ابوي الا لما يجيب لي حقي، ويوعدني قدامك انه هجيب لي بيت ليا لوحدي. مروان ممكن تسيبنا لوحدنا؟ اسيبها كيف؟ اسيبها كيف يا عم؟ وني من فضلك يا مروان سيبنا دلوك. اطلقك؟ ايه يا بنت؟ عايزه الناس تقول ايه؟ ابسلام ما عرفش يربي بنته؟ انا مش قليله ولا رميه عشان يعملوا اللي عملوه وارجع لهم تاني. تعملي ايه يا بنت؟ انت عايزه تعملي ايه؟ هتعمل ايه؟ هتضربني؟ برضه هعمل اللي في راسي، مش كفايه اللي عملته فيا؟ عملت فيك ايه هاني بقى؟ خاب املي، طلعتني من العلام وانا كنت احسن واحده. كان زماني دلوقتي دكتوره ولا مهندسه؟ ده ما كانش في حد في الناحيه كلها في عجلي ولا نبهتي.
صح ولا انا غلطانه؟ هي صح واخرتها ايه؟ كنت هتتجوزي وتقعدي تخدمي بيتك وعيالك. لا كانت هتفرق قوي يا ابوي، ما كانش حد رفع عينه فيا وقال لي جوزك متعلم احسن منك وانت يا دوبك محصلاه بالعافيه، كان زمان راسي براس كل اللي في البيت. بقول لك ايه يا بنت، بلاش الكلام الخايب ده وروحي روحي مع جوزك. لا ده مش كلام خايب، دي الحقيقه وده اللي حصل، وانا من النهارده وطالع مش هسيب حجي ابدا، وهو ما كانش هيرجع لي حجي ويحمي كرامتي يسيبني احسن، انا مش عاوز ارجع البيت ده خالص. هو انا بتحايل عليكي ولا ايه؟ ها ارجعي بيت جوزك. طب خليك فاكر ان انت اللي بتجلي مني، وانت اللي بتخليهم يرفعوا الشبشب فوق دماغي، وانت السبب يا ابوي. يعني هي دلوقتي كويسه يا دكتور؟ اه تمام الحمد لله، بس الضغط عالي عليها شويه. هي مش المفروض بتاخد دواء ضغط؟ اه بتاخد الدواء. طيب انا كتبت لها الدواء ده كمان، ويا ريت تاخد الاثنين بانتظام ان شاء الله. بس انتوا يا ريت ما تزعلوهاش، هي شكلها كانت زعلانه من حاجه جامد قوي. ماشي يا دكتور. بس يا ماما بقى، بس يا ماما انت مش سامعه بيقول ايه؟ بس يا حبيبتي دماغي بتوجعني قوي. ما تنساش تقول لابوك اني جيت وما لقيتوش. حاضر يا عمي. لما ياجي يبقى يكلمني في التلفون. انا بقول اتبات عندنا النهارده. لا انت عارف مرات عمك ما تقبلش ان ابات بره البيت. يلا سلام عليكم. مع السلامه يا عمي. مروان تعال. كان بيقول لك ايه؟ بقول ايه يعني؟ يا امه انت كان لازم تمسكي فيه عشان يبات عندنا. قلت له مرضيش. ومالك زعلان مني ليه؟ عمتك فوق، روح اسالها. تعال هنا. هتروح فين وتسيب لنا المطينه دي؟ مطينه مين؟ نادي يا اخوي، قلت لك طلقها ما تسمع كلامي، بدي دي فقريه وهي اللي فقراك. راح فين وما تردش علي؟ شغل شغل يما، عندي شغل. سلام اخوي. واتخايب. ايوه ايوه عشان تعرف بس انك انت ندل. يعني انا جيت وسلمت عليك وعامله معاك احلى واجب، وبرضه ما حاولتش ان انت تنزل تقعد معايا. كنت لسه هنزلك. اتفضلي. انت زي ما انت، ما بتحبش تروح لحد. اقعدي. انت فاهماني غلط. لا فهمك صح قوي، وانا بقى لما كنتش فهمك صح ما كناش بعدنا عن بعض. لو كنت فهمتيني صح كان زمانك معايا لحد دلوقتي. وكنت عملت لي ايه بقى ان شاء الله؟ لبستني الجرجره والبرقع وقعدتني في البيت. وماله انت طماع يا عبد الحكيم؟ انا عمري ما كنت طماع. لا طماع وما بتحبش الا نفسك، والمشكله بقى انك انت مش شايف ده، وشايف كل اللي انت بتعمله صح، وعايز كل الناس تمشي وراك وتقول لك امين، رغم انك انت بتخسر كل الناس اللي حواليك، وبرضه ما بتحرمش. انا قطر ماشي في الدنيا وليه محطه هيوصل لها، واللي عايز يبقى معاي يركب القطر، فاهمه؟ طب انزل في محطه الناس اللي عايزاك، الناس اللي بتحبك. اللي بيحبني يركب القطر معاي، والا ملوش عازه. انت زي ما انت مش هتتغير ابدا. على كل حال ايه رايك؟ انا عندي شو حلو قوي النهارده، انزل كده سلي نفسك معايا. لا ماليش نفس. ايه ما بقيتش تقدر على السهر زي الاول ولا ايه؟ هو فين سهر زمان وقعدات زمان؟
السهر دلوقتي بقى ماسخ ملوش طعم، شغلانه بيعملها اللي عايز يلهف قرشين مش عشان يبسطك. في دي بقى عندك حق. عبد الحكيم اوعى تسيب الاوتيل من غير ما تقولي. حكيم انا زعل قوي. وانا اقدر برضه على زعلك. مع السلامة. وبعدين في الورطة دي والله ولد حلال. تعال اشرب معايا القهوة. اشرب معاك ايه؟ ما يصحش. هو ايه ما يصحش؟ ما يصحش دلوك. انا عايزه اخلص معاك موضوع بتاعي ومش هنام ولا يرتاح لي بال الا لما انهيه، ودي فرصه. تعال بس تعال. ما يصحش ما يصحش يا فريده. هو ايه ما يصحش اللي اكاده؟ انا اول مره اشوف راجل بيتكسف. بيتكسف؟ انا خايف عليكي، الناس هيقولوا ايه؟ خايف عليا من الناس؟ سيبك من الناس وحكاويها، الناس مش هتبطل كلام. المهم قهوتك ايه؟ مفيش داعي. طب سكت عليك النبي، لا تتعشى معايا النهارده، ايه رايك؟ يا ست فريده ما يصحش يا ست فريده. ايه ست فريده؟ ست فريده دي بقول لك ايه، انا اسمي فريده. ايش حال ان احنا طول العمر جيران وانت كنت حبيب المرحوم الروح بالروح؟ الله يرحمه. انا عامله جوز حمام انما ايه بيستاهلوا خشمك. اصلا انا كنت حاسه اني هفتانه وضعفانه كده، قلت اتجوت اهم من حظك ونصيبك. تعال بس تعال. يلا هسيبك بقى عشان الحق انام عشان اصحى اشوف شغلي. استنى هتروح فين؟ انا هستحمى في السريع ونروح نقعد شويه على القهوه. لا قهوه ايه، انت همك حاجه؟ ما انت صاحب المال يا سيدي، محدش هيقول لك تلت التلاته كام ولا كاني ولا ماني. انا لازم انام عشان اصحى اشوف شغلي، عشان اخوك مروان ما عندوش اعذار. عكيفك. السلام عليكم. بتعمل ايه؟ وجعت قلبي. عارفه لو امي ولا فوزيه شافتك هيعملوا فيك ايه؟ وطي حسك. تعالى تعالى تعالى. انت مش هتحرمي؟ لا مش هحرم. طب ايه رايك ان انا هقول لامي انك كنت بتصنطي عليها كده يا حسن؟ وانا اللي بقول عليك احسن واحد في البيت ده وانت اللي ناصفني؟ فين جوزك؟ أنا عارفة طلع. أنت مش خايفة يكون متجوز عليكي؟ يقدر يتجوز عليا، أخوك بيحبني بيموت فيا. المهم أنت كنت بتتصرمح فين؟ بتصرمح؟ ماشي يا نون، هسامحك بس عشان أنت طيبة وبنت حلال. بقول لك إيه؟ ديري بالك عشان أمي شايلاكي فوق نافوخة وزعجة، ولو شمت ريحة الجريبة من الباب هتولع فيكي. ليلتك سعيدة. تولع فيي؟ مطرح ما يسري يمري. بقول لك ايه؟ أنا ممكن أعمل مشكلة مع أبوك، بس بقول الطيب أحسن. ما تزعلش مني، يعني فارد قوي واخد بباله إن اللي يقول عليه الناس تقول عليه أمين، بس مش علي. أنت ما تعرفيهوش، ده طيب قوي. طيب مش طيب دي حاجة بتاعته. بس أنا عشان خاطرك أنت ساكتة، وقلت ننهي الحكاية دي ونحلها ودي. أنا بقول نتكلم الصبح. هو في إيه مالك؟ زي ما يكون في حاجة بتقرصك وأنت قاعد. مش للدرجة دي. ايوه كده، فكها واضحك، الدنيا مش مستاهله حاجه. شوف انا مش زعلانه من الحج بيعمله، بس الحج حق. هو طلب وانا قلت لا. ما ينفعش، يبقى خلاص ولا ايه؟ انت صح. طيب انا عايزك تقول له اني فريده مش واقفه قصادك،
ولا بتعاندك. بس انا يعني زي ما انت شايف ست وحدانيه، بصرف على نفسي وبعمل كل حاجه لنفسي. يعني زي ما بيقولوا كده، وليه محتاجه ليوقف جارها. معاك حق. الا بالحق، اخبار ناديه ايه؟ كويسه؟ هي مش ناويه تجيب لك عيل كده يملى عليكم البيت؟ ما تاخدها للحكي. الموضوع بتاعك هنتكلموا فيه الصبح. هتيجي تاني؟ اه هاجي. ولا تحب تجي لك انا؟ لا ما تتعبيش روحك. متشكرين على الحمام. ده انت مفيدة. نعم. اعملي لي قهوة هاتيها على جو. حاضر. يعني ايه مش فاهمة؟ يعني لو كلام مدير البنك ده طلع صح، يبقى حتى لو بعنا البيت اللي احنا قاعدين فيه ده برضه مش هنعرف نسد الدين. ونبيع ليه ان شاء الله؟ هو احنا فقراء؟ ده احنا عندنا ارض وتجاره وورث يخلونا ملوك. وانت بقى يا ست الملكه فاكره ان عمك ومرات عمك هيدوكي كده ارضك وتجارتك وكل الحاجات دي بسهوله؟ يعني هو عنده استعداد ان يشوفه بيتسجن ويسكت؟ ده يوم المونه بالنسبه لعمك ومرات عمك واولادها كمان، ده زمانهم عاملين فرح دلوقتي. خلاص نرفع قضيه. وهو ابوكي بقى هيرضى يقف قدام اخوه في المحاكم؟ الله، اشمعنى هو عنده استعداد ان يشوفه بيموت وهو ساكت؟ انا هقوم اكلم المحامي يجي بقى ونشوف هنعمل ايه، بدل ما انت محاميه كده على قدك. اوعي تعملي حاجه زي كده، بابا لو عارف هيزعل جدا على فكره. وبعدين هو بس اللي من حقه يقرر هيعمل ايه وامتى. يا سلام، واحنا بقى نقعد نتفرج. يا ستي استني بس لما يجي ونعرف هنعمل ايه. انتوا مش عارفكم يعني الامور اتحلت ولا ما اتحلتش؟ من الواضح ان الفلوس بتلحس عقول البني ادمين. او عمك ده من نفس نوعيه البيه اللي كنت هتجوزه، هو ومراته وعياله، الفلوس هي امهم وابوه. انا بقى من زمان مش عاجبني الحال ده. انا ليه حق؟ هاخده يعني هاخده، ان شاء الله ارميه في الشارع، ارميه في البحر، المهم مش هسيبه لهم وخلاص. بابا مش سايب حقه، انتوا بس فاهمين غلط. هو النظام عندهم في العيله كده، الكبير هو اللي بيحكم في كل حاجه، التجاره بقى والمال كل حاجه. غلط مش صح. وابوكي موافقته على الكلام ده من الاول غلط، وهو لما ساب كل حاجه من زمان لحد دلوقتي خلاص اللي خدها اعتبرها بتاعته، حقه وملكه. ولما تيجي تطلبيها منه كأنك بتطلبي حاجة بتاعته مش بتاعتك. كلامك صح يا شهد. زينب. ماما. زينب ريتال. خلي بالك خلي بالك خلي بالك. ايه ماما بس اللي نزلت من السرير؟ عاجيني. خلي بالك. خلي بالك يا ماما خلي بالك. ايه ماما بس يا ماما. ابوك كلمني وقال هو جاي في الطريق. اوعى واحده فيكم تفتح بقها بحرف ولا تقول له ان هي عرفت اي حاجه. هو مش ناقص، مش عايزين يشيلوا هم اكتر من اللي هو شايله. فاهمين ولا لا؟ حاضر يا ماما حاضر. كفايه اللي حصل له، استرها معانا يا رب. ارشدنا للطريق الصحيح، استرها معانا يا رب. يجيبك بالسلامه يا عبد الله ويهون عليك. اوعوا يا بنات اوعوا، لو عارف ان انتوا عرفتوا يجرى له حاجه وتبقى انتوا السبب. ربنا هيفرجها ان شاء الله. حاضر يا ماما حاضر. ربنا هيفرجها. لو سالكوا في ايه قولوا له ماما وقعت في الحمام تعبانه شويه. بس استرها معانا استرها معانا يا رب. على
عملت قهوة زينة؟ هو في حد في البلد كلها يعرف يعمل قهوة زيي؟ يوه فيه مالك؟ انت شارب حاجة ولا ايه؟ لا شارب ايه؟ ده انا فايق وفايق قوي كمان. طب بعد عني عشان امشي. ايه يا بنت الحلاوة دي؟ والله صرخ ولم عليك الناس. صرخ؟ انا عايز الناس كلها تعرف انك معايا هنا. يعني مش همك؟ مش هممني يا ست جم. انت مجنونة. انت اللي اتجنيت وباين عليه خلاص مخك ضرب. طب لو قلت لك اني بحبك؟ بحبك؟ تحبيه؟ هو انت تعرف تحب؟ اعرف. ما اعرفش ليه. وهتحبني على ايه يا حسرة؟ على مالي ولا على الحسب والنسب؟ على جمالك يا بت. خرب بيتك على بيت حلاوتك. هو انا مش عارفه بقى انت عامل خاصيه للتليفون ولا انت مديه نمره مضروبه. انا بحاول اكلمك من امبارح. خير؟ يعني اولا انا كنت جاي اسد اللي عليا. انا قلت لك اعتبريه هديه من عندي. انا والله مش عارفه اقول لك ايه. انا متشكره قوي واسفه مره تانيه. اسفه على ايه؟ هو انا متطفله عليك ولا حاجه؟ لا لا ابدا. طيب هتتمد معي؟ يعني لو ما فيش عندك مانع. انا ندى اسماعيل. عبد الحكيم عبد الجواد. انا هستني في فيلم. انت كنت هنا ليه؟ الصراحة يعني انا ما كنتش نازلة هنا ولا حاجة. انا كنت معزومة. كيف يعني؟ بصراحة بقى أنا مش عارفة أنت هتفكر فيها إزاي، بس أنا مش متخيلة إن في حد كده محترم زيك الأيام دي. بص بقى أنا مش عايزة أخسرك وكمان مش هكدب عليك. أنا كنت معزومة مع ناس صحابي نقضي اليوم يعني، وبصراحة بقى اللي كان متكفل باليوم طلع رخم، طلباته أوفر. كيف يعني؟ أوفر يعني. فهمت. لعلمك انت انا بحب اخرج اتفسح العب، انما ما صحش زاد عن اللزوم. ايه هو انا تقيلة قوي على قلبك للدرجة دي؟ عامة انا متشكرة قوي واسفة مرة تانية. احنا لسه ما تعرفناش على بعض. انت بتشتغلي؟ لا. امال عايشة منين؟ اهو بقى. لا لازم تشتغلي. ايوه عشان ما تحتاجيش لحد. هو ده الصح. انت عايشه مع مين؟ مع جدتي. مع جدتك؟ فين؟ في مصر الجديده. مصر الجديده؟ مصر الجديده. لعلمك بقى انا من عيله كبيره وكبيره قوي كمان، بس هو يعني الزمن. ايوه مصر الجديده.